السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة وايز دريم تيم. هلا 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 باحتفال الحلم. هلا 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 بميساكي. شوفوا شوفوا يا شباب، ميساكي الجديد طاح صراحة. أنا صراحة أقول ميساكي هذا لاعب خارق، يقول أنه لاعب جدا جدا قوي صراحة. شوفوا معي شوفوا معي، طبعا السامنة حقته التحمل 1025 معروفة للعيبة حقين الحلم. الهجوم 21552، الدفاع 17482، القوة البدنية 17594. يعني شوفوا وسط، هو يلعب وسط يلعب محور، أول شيء له 21552 الهجوم، معناته أنه يعني شوفوا عندنا مراوغة 6452، معقولة مش مرة عالية بس انها above average، فوق متوسط. التسديد عنده 7746. شباب هذا ميساكي معصب، هذا ميساكي يبي شوت. ميساكي جاي قال معنا، شوفوا رجوله، معنا رجوله مكسورة انه جاي يبي شوت. تغطى ليه تكلم. شوف شلون متحمس انه شوت، مثل ما قال اخونا. طيب عنده في التمرير 7354، معروف كل مساكيات تقريبا تمريراتهم ممتازة، انه دائما يمرر ممتاز. التدخل عنده 6348، حلو still above average نايس. الاعتراض 4444، الاعتراض طبعا مفروض انه ما يعترض اصلا مساكي، فعادي انه يكون واطي بالاعتراض. القطع 6690، معروف انه مساكي انسان قطيع، فبرضو above average، مش يعني مش الليمت حي، مش يعني اختصاص اللاعب او الكرت هذا، بس انه برضو يعتبر عالي. السرعة 5958، القوة 5204، والاسلوب 6432. طيب الحين القوة نعرف انها هي تزيد التسديد، فلاحظ ان التمرير اقل من التسديد هنا، ف 5204 زائد تسديد تصير 12870 تقريبا، حول والاسلوب 6432. الاسلوب يقوي القطع ويقوي التمرير، وهذا هو طبعا اختصاص مساكي. يعني تخيلوا انه بيقوي الاسلوب عنده مره عالي، فهذا يجعل التمرير اقوى من التسديد لو حسبناها، والقطع بعد يصير مره عالي. طيب الحين مساكي هذا محور ووسط، ولكن دام انه عنده تسديد عالي جدا، فانا ما انصح انه يصير محور اذا طلع لك، لان محور يحتاج واحد عند الدفاع يكون اقوى، التداخل والاعتراض والقطع، لان هذا اختصاص المحور انه يدافع طبعا، فصعب انك تخليه يروح للوسط او يقرب للهجوم عشان يشوت. فاذا طلع لك مساكي فانصح انه يكون وسط، خطه وسطيه، بحيث ان يكون وسط يعني قريب من الهجوم عشان يبدي يشوت. لان لو نشوف المهارات حقته فهي تسديد مزدوجه مع سباسا، وعنده تمريره مباشره، وعنده ثنائي ذهبي. يعني اذا كان هو في الوسط حاطه ثنائي ذهبي يروح للهجوم ويشوتها مع سباسا. فهذا ميساكي يعني واضح انهم حاطينه كاكثر ميلان للهجوم او للشوت. والكويس في مساكي انه عنده كثير 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 من الكروت، معناته انه يمديك تعطيه شوتات ثانيه، يمديك تعطيه مناولات ثانيه، يمديك تعطيه قطع خاص فيه، يمديك تتدخل، يمديك تعطيه مراوغه، في كثير مره من انواع المساكي. المهاره الخاصه حقته لاعب جماعي مع سبسة 10%، معناته شوف شلون يعني يزيد كل هذه 10% زياده، يعني قوه الهجوم حقه ممكن يوصل 23000، والدفاع يوصل تقريبا 19000 وشوي، ونفس الشيء قوه البدنيه. يعني فعليا فعليا طاقته اذا كان ماجد موجود معه وسباسه 23000 19000 19000 برضو مره قوي. طبعا بصراحه انا اشوف انه خارق، خصوصا ان الفريق الاحمر ما عندهم ذاك الوسط القوي في العاده، واذا انت بعد تبي فريق ياباني فهذا يعني مناسب لك جدا، مناسب لك. طبعا انصح مثلا من الحركات اللي تعطونا اياها، عندنا تمرير الثنائي ذهبي، طبعا دائما انصح حركتين اس، البقيه اي اي اي، هذا دائما انصح فيه، او اس بعدين اي 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 بي، لانه لو اعطيته كله اس راح تروح طاقته بحركتين او ثلاثه، وهذا طبعا شيء مو كويس. فدائما عنده تمرير مباشره وعنده ثنائي ذهبي.
ممكن تعطي مثلا اس قطع، وممكن الاخيره مراوغه او تدخل على حسب المساك اللي عندك وكيف ما تشوفه راح يمشي مع الفريق حقك. طبعا كالعاده اكثر الدريم فاست يكونون تطوير شداء بتصنيفات 10%، فانا اتوقع تقريبا ممكن مع كامل البفات حق التيم الاحمر ومع تسوباسا مراوغه توصل يمكن 10,000 شوي، تسديد تمرير من 11,000 ونص الى 13,000 تقريبا، فمره مره قوي مساكي لا يفوت الشباب. ولكن اللي ما يقدر يجيبه طبعا عندك تجيبه بعدين، يعني مو بلازم تجيبه الحين. هذا بالنسبه لميساكي الجديد. طبعا كويس ميساكي هذا بعد انه وسط، فوسط ميساكي وعنده تمريره وقطع كويس وعنده شوتة، يعني على حسب فريق تخليه يشوت او تخليه يدافع بحيث انه يقطع ويراوغ ويتدخل، فيعني تعطيك كل شيء. هذا المميز فيه. في عندنا بعد تحديث جديد عطانا معلومات عن التحديث الكبير اللي بيسوونه خلال شهرين، والتحديث الجديد هذا هو عن نادي ضد نادي. اخيرا يمدينا نلعب ذا نادي ضد نادي، بتكون مره حماسيه صراحه. زي ما نشوف هنا مواجهه النادي مع النادي، زي ما متضح عندنا هنا، بيكون مثل الليج، يعني له رانكينج خاص فيه، له مستويات خاص فيه، له هدايا خاص فيه. شوفوا اكتب سلكت ان اوبوننت وفي ثلاثه كروت، هذا معناته انه بتكون في كروت خاصه فيه، مثل ما عندنا الكروت الخاصه بالاحمر هنا اللي فوق، شوف فوق هنا حقت الليج، بتكون في كروت خاصه بالنادي. يعني اتوقع كل لاعب له ثلاث مرات انه يلعب في اليوم، يمكن يلعب في ثلاث مرات او ثلاث مرات، ما ادري يعني، هذه بس توقعاتي. تلعب ثلاث مرات ضد الفريق اللي قدامك او ضد النادي اللي قدامك. شوف هنا عدد مكتوب فوق اسم الشخص، عدد الناس اللي فازوا فيه، كم شخص قاعد يلعب فيه، الرانكينج، فبيصير مره حماس صراحه. يقول لك سيتم لعب المباراه في مواجهه النوادي بشكل تلقائي. هذه ما ادري صراحه ايش معناها، هل معناها ان احنا ما راح نشوف شيء، ما راح نلعب، بس نخليه اوتوماتيك كذا، هو يفوز لما يفوز على حسب قوه الفريق، على حسب حظك. انا ما ادري صراحه، ان كان كذا فلا شكرا، طب ودي العب ضد ناس ثانيين بنوادي حقتهم. من يتحدى اي فريق لعب المباراه بان التعاون داخل النادي قبل المباراه هو مفتاح الفوز. ما ادري، يمكن ممكن افكر، طبعا اغلبيه ما راح تكون صح، ولكن انت مثلا رئيس النادي يسوي تيم، وكل واحد يحط مثلا لاعب من عنده، عشان كذا يمكن يقول له كذا مكتوب ان التعاون داخل النادي قبل المباراه مفتاح الفوز، قاعد يحط لعيبته القويه واللي تكون مناسبه مع الفريق الثاني. ممكن راح تكون في مكافآت خاصة فيه، بالعادة راح تكون مكافآت من المراكز الأولى أو العالية، إنه يعطيهم كور حظ لجميع الفريق بالأغلبية، ممكن بعد كروت أسار لتطوير اللعيبة. فبتكون نشوف شو خشوف شو عندهم كلام، إن شاء الله عندهم شيء كويس. فهذا عندنا كله لحلقة اليوم اللي عن ميساكي وعن التحديث الجديد. إن شاء الله راح أفتح اليوم مهرجان الحلم ميساكي، وان شاء الله يا رب دعواتكم يا احبائي، دعواتكم لحصول ميساكي ان شاء الله، وان شاء الله كلكم تحصلون على ميساكي، واحسن منا بعد يطلع لكم ندرين فيس بدل واحد. ولا تكن معي يا شباب، شكرا على حسن الاستماع والمتابعه، وفي امان الله.